السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقيكم في حلقة رياضية جديدة من برنامج صدى الرياضة. اليوم سنتوقف مع محطات منوعة من الأخبار والأحداث الخاصة بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020. ستكون لدينا متابعة رئيسة لأحداث محلية مهمة، منها مشوار منتخب إسود الرافدين المقبل وآخر أخباره تحت قيادة الهولندي ديك أدفوكات قبل الدخول بالتصفيات الأسيوية الحاسمة والنهائية. لدينا أيضا وقفة مع منتخبنا الأولمبي وآخر تحضيراته للاستحقاقات المقبلة. هذا المحور وقضايا أخرى سنطرحها ضمن فقراتنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مع فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ونستهلها مع منتخبنا الكروي ومشواره المقبل وآخر أخباره التي كانت بخصوص تسمية الهولندي ديك أدفوكات لتدريب منتخب أسود الرافدين. وجراء هذا الأمر انشغل الوسط والشارع الرياضي وجميع مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بتعاقد الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم مع المدرب الهولندي بعد مفاوضات جرت في العاصمة الإسبانية مدريد. وقد أسفر الاتفاق بعقد يمتد لمدة عام وبكلفة مالية تصل إلى 1,300,000 دولار، تشمل مرتبات الطاقم المساعد المكون من 3 مساعدين. مدرب بصراحة أقول لك ياها هو محترف يعني، وليس هاوي يعني، ويعرف لما أقدم على هذه الخطوة حتما دارس الوضع ودارس الوضع العراقي بشكل كبير يعني، عنده وضوح بالرؤية يعني تماما. كل 10 أيام يعني معسكر على وجبتين يعني، مثل ما نقول 10 أيام في تركيا و10 أيام في إسبانيا، بالقليل في يعني مباراتين في كل معسكر إن شاء الله. هو عقدنا معه سنة قابل للتجديد بنفس الشروط، حتى في حالة سنة قابل للتجديد بعد عقد، العقد شريعة المتعاقدين. نبقى مع المنتخب العراقي لكرة القدم الذي بدأ أول تجمع تدريبي استعدادي بقيادة مدربه الجديد الهولندي ديك أدفوكات في مدينة ملقا الإسبانية، والذي يستمر 10 أيام تحضيرا لخوض التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وتتضمن فترة استعدادات المنتخب العراقي المتصلة بالتصفيات المصيرية المؤهلة إلى المونديال، تتضمن معسكرا تدريبيا آخر سيقام في تركيا ولمدة 10 أيام أيضا. ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الحاسمة بملاقاة مضيفه ونظيره الكوري الجنوبي في 2 أيلول المقبل، قبل أن يلتقي غريمه التاريخي منتخب إيران في 7 من الشهر نفسه. ووضعت قرعة الدور الحاسم من التصفيات، وضعت العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران ولبنان وسوريا والإمارات. We are really happy that we arrived because yesterday it was a very busy day with traveling and but the circumstances are great to play. The weather is great, so in that way we all know why we are here. We want to qualify for the World Cup, and we can only do that if everybody is commitment to do that. And now we are working on that, preparing for the 2 games that is coming in September from South Korea and Iran. Yeah, well, I the majority of the players I've seen on tape already, but it's better when you see them live in the games, and then you can judge them if they are good enough or not. من جهته أعلنت الهيئة المؤقتة قائمة المنتخب التي ضمت 24 لاعبا للانخراط في معسكر إسبانيا وتركيا. القائمة خلت من 3 محترفين لارتباطهم بأندية خارجية، وهم أيمن حسين وبشار رسن وصفاء هادي. مشاهدينا ولمن يسأل أين ستجرى المباريات
فإلى هذه اللحظة لم يعرب بعد الملعب الافتراضي لنا الذي من المفترض أن يتحدد من قبل الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة لإقامة مباريات العراق في مشوار التصفيات، وهذا الأمر يتوقف على الجهة التي يمكن أن تستقبل مبارياتنا بعد التشاور والاتفاق معها، وتبقى هذه المعاناة طالما الحظر المفروض مستمر على إقامة المباريات على ملعب البصرة الدولي جنوب البلاد. بعد استلام الهولندي تفوكارت المهمة، وبالتالي اتفقنا على رؤية واضحة وملموسة، وهي أننا يجب أن نكون أزاء صف واحد ونمجد كرتنا الوطنية من خلال دعم المنتخب الوطني، وبالتالي تحقيق الحلم المراد الغائب منذ عام 86 وهي النجاح بمنتخبنا في محطات الحاسمة أمام كوريا وإيران وبقية المنتخبات في المرحلة الحاسمة، وبالتالي التأهل إلى مونديال قطر. وهذا الحلم لا يمكن أن يتحقق إلا بتوحيد الرؤى والجهود بعيدا عن الخلافات ربما الهامشية في ظل هذه المرحلة المهمة والمفصلية. هذا الفريق وعزيمتهم وتكاتفهم احنا نقدر أن نوصل إن شاء الله إلى كأس العالم إذا ما خططوا تخطيط صحيح وقدروا أن يستغلون أوقات المباراة وكيف يتعاملون مع كل فريق. أنا أتصور أن تكون مهمة سهلة ما بها صعوبة، وأنا شفت يعني مو ذاك الفوارق العالمية بمستوى اللاعبين، يعني مستوى الفوارق بس بالمنشآت وبالتطور التكنولوجي، بس كلاعبين يعني إذا أجا لاعب بيهم ما أعتقد يكون ذاك الفارق الكبير بيناتهم. وإن شاء الله إحنا متفائلين كرياضيين وشارع رياضي إنه الفريق راح يقدم مستوى طيب. مشاهدين، عندما نتحدث عن تسمية الهولندي ديك أدفوكات لقيادة منتخب سود الرافدين ومكانته وسمعته التدريبية الكبيرة التي بالإمكان أن تسعفه في أصعب الحالات، إلا أنه بالحقيقة سيواجه تحديات صعبة جدا في مهمته وهو يخوض أول تجمع تدريبي مع منتخبنا قبل أقل من شهر على موعد مباراتنا الأولى أمام كوريا الجنوبية التي لا تقل بطبيعة الحال صعوبة عن المواجهة الثانية أمام إيران. هذه المعطيات أمامنا أصبحت واضحة بأن المرحلة المقبلة هي قصيرة وحساسة، تحتاج من الجميع وليس من الهولندي فحسب، تحتاج إلى تركيز عالي ودقيق والعمل بمسؤولية وبعقلية بعيدة عن الذات والمحسوبية وتصفية الحسابات التي لا تخدم مسيرة المنتخب. هناك ثقة كبيرة بلاعبينا وبكادر التدريب الجديد إن شاء الله، وبجماهيرنا التي تقف مؤازرة أنه أينما حل سواء في قطر أو في البلدان الأخرى التي سنلعب على أرضها، إن شاء الله نكون رقم صعب في المنافسات التصفيات المقبلة، وسننتظر البشرى من لاعبين الغيارة في مباراتهم المقبلة مع كوريا الجنوبية وإيران مع المونديال، شعار نرفعه ونعثق تامة وتفاؤل كبير بهمة الغيارة من سود الرافدين. مشاهدينا، اليوم بتواجد مدرب بقيمة وتاريخ الهولندي أدفوكات وسجله التدريبي الحافل بالخبرات سواء مع المنتخبات أو الأندية التي قادها، بالتأكيد يراودنا ارتياح وشعور بالثقة والطمأنينة على مشوار المنتخب والمرحلة المهمة المقبلة، باعتبار أن هنالك عقلية تدريبية عالية المستوى ستساهم في رفع مستوى لاعبينا والوصول بهم إلى الجاهزية التامة والتحضير الأمثل لمواجهة فرق التصفيات النهائية. كل هذا سليم ومنطقي، لكنه إلى هذه اللحظة هو على الورق، أما عمليا هذا ما سنشهده في الأيام المقبلة التي نأمل ونطمح فيها أن نجد حلولا صحيحة ومعالجة حقيقية لكل الهفوات التي رافقت أداء لاعبينا بالفترة الأخيرة والتي
يعني أفصحت عن مستوى متواضع وبؤس واضح بالإعداد وحتى بالتكتيك الخططي. المهم اليوم سنطوي صفحة وسنتمسك بالأمل لنبدأ تخطيطاً مدروساً وصحيحاً في مشوار منتخب أسود الرافدين نحو الاستحقاق المقبل المهم، ومن الله التوفيق. أمجد الله على بشار رسن، رسن مرر مع كومام، مع كومام، بشار رسن عالية، جول 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 جول، سدد الله. والآن مع محور الأولمبياد، فمنذ انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ولغاية ختامها عشنا بشكل عام أروع اللحظات مع الأحداث والنتائج والإثارة والأرقام الجديدة، فكانت حصيلة الميداليات العربية أفضل غلة عربية ظفر بها الرياضيون العرب في تاريخ مشاركاتهم، وهي 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، بدأها السباح التونسي أحمد الحفناوي وهو يسرق الأنظار بحصوله على الميدالية الذهبية الأولى لبلاده والعرب في الألعاب الأولمبية ضمن مسابقة 400 متر حرة للرجال. وبعدها أعقبه مواطنه لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي البالغ من العمر 19 عاما بحصوله على فضية تحت وزن 58 كيلوغرام، وذلك بعد خسارته أمام الإيطالي ديل كويلا في النهائي. وضمن الإنجازات العربية الأخرى أحرز البطل الأردني صالح الشرباتي الميدالية الفضية في التايكواندو بوزن 81 كيلوغرام بعد خسارته في النهائي أمام المصنف أول الروسي ماكسيم خيرماتشوف. وبهذا الفوز تحديدا من الشرباتي أهدى للأردن ميداليتها الأولى في العاصمة اليابانية والثانية في تاريخ الأولمبياد. في التايكواندو أيضا انتزع المصري سيف عيسى الميدالية البرونزية في وزن أقل من 80 كيلوغرام بفوزه على النرويجي أندري ريتشارد، وكان فيها عيسى بطل أفريقيا لعام 2021 قد خسر في نصف النهائي أيضا أمام الروسي خيرماتشوف المصنف أول عالميا. نبقى مع المنجز العربي المشرف ضمن الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وسنتوقف مع الانتصار القطري الذي حققه الرباع القطري فارس إبراهيم بخطفه الميدالية الذهبية في وزن 96 كيلوغرام ضمن مسابقة رفع الأثقال للرجال. هذا الإنجاز التاريخي للرباع القطري البالغ من العمر 23 عاما جاء بعد رفعه ما مجموع 402 كيلوغرام في فعاليتي الخطف والنتر، وكانت أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركة قطر في الألعاب الأولمبية. الإنجاز العربي القطري تعزز مرة أخرى عن طريق البطل القطري معتز برشم عندما حقق إنجازا تاريخيا بحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب العالي ضمن ألعاب القوى، وفي إطار المسابقة نفسها ذهبت الميدالية الذهبية أيضا إلى المنافس العنيد الإيطالي جان ماركو تامبيري الذي تعادل مع معتز برشم في كل شيء حتى في عدد مرات الأخطاء. مشاهدينا، هنالك المزيد من الأحداث والنتائج للمشاركة العربية بالألعاب الأولمبية طوكيو 2020 سنتابعها في الوقفة التالية، خليكم ويانا. استكمالا لما تعرفنا عليه ضمن فقرات البرنامج من نتائج عربية،
شهدت المشاركة العربية طفرة نوعية فنية لبعض الدول بعدما حصدت وأثمرت بمشاركتها أهمية كبيرة على صعيد المساهمة والاحتكاك وصولا إلى اعتلاء منصات التتويج. ففي رفع الأثقال استطاع السوري معا أسعد من الحصول على برونزية في وزن أكثر من 109 كيلوغرامات، ورفع أسعد البالغ من العمر 27 عاما ما مجموعه 424 كيلوغراما بفعاليتي الخطف والنتر ليحل ثالثا. وبعيدا عن رفع الأثقال، أهدى البطل الكويتي عبدالله الرشيدي بلاده الميدالية البرونزية في مسابقة الاسكيت ضمن رياضة الرماية، لتحصل الكويت على أولى الميداليات في طوكيو 2020، وحل الرشيدي ثالثا برصيد 46 نقطة. وإلى منافسات الخماس الحديث، إذ حقق المصري أحمد الجندي الميدالية الفضية، وهذه أول ميدالية فضية لمصر في طوكيو وأول ميدالية لبلاده في منافسات الخماس الحديث، وسجل الجندي 1477 نقطة. نبقى مع مصر ومع أول ذهبية مصرية عربية في الكاراتيه ضمن تاريخ الأولمبياد، فقد ظفرت البطلة فريال عبد العزيز بذهبية أكثر من 61 كيلوغرام بعدما تفوقت في النهائي على الأذربيجانية زاري تسكا بنتيجة 2 مقابل لا شيء. وتعد هذه الذهبية سادس ميدالية لمصر في الألعاب الحالية بعد فضية الجندي، إضافة إلى البطلة هداية ملاك في وزن 57 كيلوغرام في التايكواندو، والبطلة جيانا لطفي في وزن أقل من 61 كيلوغرام في الكاراتيه، وبرونزيتي سيف عيسى ومحمد السيد إبراهيم بالمصارعة اليونانية والرومانية. أما السعودي طارق حامدي فقد تمكن من خطف فضية أكثر من 75 كيلوغرام في الكاراتيه، مانحا بلاده أول ميدالية في طوكيو. وجاءت خسارة حامدي في المباراة النهائية بعد ارتكابه خطأ فنية هانسوكو عندما كان متقدما على خصمه بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة، حيث كان حامدي يتجه لحصد الذهبية عندما ركل خصمه وطرحه أرضا، وبعد تشاور الحكام قرروا إقصاء حامدي ومنح الذهبية للاعب الإيراني. وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 متر حواجز في ألعاب سيدني عام 2000. هذه عودة إلى تكملة المشاركة والمنجز العربي ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وسنذهب إلى مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية التي برز وتألق فيها الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان بحصولهما على الميدالية البرونزية في هذه اللعبة بعد تغلبهما على الثنائي اللاتفي بشوطين نظيفين. وتعد هذه الميدالية الثالثة لقطر في هذه المشاركة. أما في الكاراتيه فكانت البرونزية من نصيب الأردني عبد الرحمن المصادفة في وزن 67 كيلوغرام، نالها عقب خسارته في نصف النهائي أمام التركي ساميدان. والمصادفة هو من مواليد 1996، بدأ ممارسة اللعبة في عام 2002 وحصل على الحزام الأسود في 2005. وعند المصارعة أحرز المصري محمد إبراهيم السيد الميدالية البرونزية في المصارعة اليونانية الرومانية في وزن 67 كيلوغرام عقب فوزه على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية سوروكوف بطل العالم في 2018. فاز البطل محمد السيد بأفضلية النقاط. في أم الألعاب أهدى العداء سفيان البقالي بلاده المغرب ذهبية سباق 3000 متر موانع ضمن مسابقة ألعاب القوى، وقد أبدى الرياضيون والجماهير في المغرب سعادة كبيرة بالميدالية الذهبية، حيث أكدوا أنه حقق إنجازا كبيرا ومهما للبلد. متواصلون مع الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، والتي سنتابع ختام منافساتها من خلال فقرة دقيقة ونص. خليكم ويانا.
بعد لحظات رياضية ممتعة من التشويق والإثارة والنتائج المبهرة والأرقام الجديدة، أسدل الستار على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 32 طوكيو 2020. وقد وصف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أولمبية طوكيو التي تأجلت عاما بسبب جائحة كورونا بأنها الرحلة الأولمبية الأكثر تحديا. وخلال حفل الختام سلمت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي العلم إلى رئيسة بلدية باريس أن هيدالغو، وبتسليم العلم ستنتقل شعلة النسخة المقبلة 33 إلى العاصمة الفرنسية التي تستضيف الألعاب في العام 2024. وبانتهاء جميع المنافسات تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد رياضيوها 113 ميدالية بواقع 39 ذهبية و41 فضية و33 برونزية. في محلة الصين مستضيفة أولمبياد 2022 الشتوي في المركز الثاني بجدول الميداليات برصيد 88 ميدالية بواقع 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية. وجاءت اليابان الدولة المضيفة للأولمبياد في المركز الثالث بالقائمة بإجمالي 58 ميدالية بواقع 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية في حصيلة قياسية على المستوى الوطني، بينما سجلت بريطانيا أنجح مسيرة لها منذ أولمبياد بكين 2008، حيث تصدرت قائمة الدول الأوروبية المشاركة بحصدها 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية. وحل الفريق الروسي الذي شارك بشكل محايد دون رفع علمه أو عزف نشيده الوطني على منصات التتويج في المركز الخامس بعشرين ذهبية وثمانٍ وعشرين فضية وثلاثٍ وعشرين برونزية. يعني بالتأكيد سعادة كبيرة، نفخر بكل إنجاز عربي وبكل مساهمة عربية، ولكن السؤال أين العراق في أولمبياد طوكيو 20 وقبل أولمبياد طوكيو 20، وحتى طبعا سنستبق الأحداث حتى في أولمبياد فرنسا المقبلة، الوضع سيبقى على حاله للأسف. مشاهدينا الآن سنكون مع أخبار منتخبنا الأولمبي لكرة القدم فيما تبقى لنا من وقت مسموح، حيث أنهى معسكره التدريبي في محافظة كربلاء والذي استمر لمدة 10 أيام بقائمة أولية ضمت 54 لاعبا، وذلك للاطلاع على أدائهم من خلال التدريبات اليومية الصباحية والمسائية. وقد صرح عباس عبيد المدرب المساعد لمنتخبنا الأولمبي على ضرورة تفهم حالة التوقفات التي طالت اللاعبين بالتجمع ومنها انتهاء الدوري، فضلا عن غياب دام لأكثر من سنة نتيجة غياب الاستحقاقات الرسمية، كما نوه إلى أمور عدة متعلقة بالفترة المقبلة قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية. التبليغ كان مفترض أن يكون مبكر، يعني قبل ما ينتهي الدوري حتى اللاعبين يكونون على أتم جاهزية حتى يراون أفضل ما عندهم، لكن مع كل هذا شفنا أكو لمحات، أكو مواهب، أكو إمكانات إن شاء الله تكون ضمن المنتخب الوطني. المجموعة الأولى كما تعرف يعني كانت 26 لاعب، المجموعة الثانية لا 28 لاعب، فالعدد كله راح يصير 54 لاعب إن شاء الله. راح نختار من عندهم للمعسكر القادم اللي يكون في تركيا يوم 18 30 لاعب تقريبا، وأكو نية ونية يعني حقيقية مو بخصوص اللاعبين المغتربين، أكو 36 اسم اللاعبين المغتربين. أنا مهتم جدا حقيقة بموضوع اللاعبين المغتربين، راح يكونون مميزين وراح يكونون إضافة قوية بالنسبة للمنتخب الوطني مستقبلا إن شاء الله، وليس فقط المنتخب الأولمبي. مشاهدينا، رب ضارة نافعة، فإذا تحدثنا عن المدرب الجديد وقيادته في هذه الفترة القصيرة فهي بالتأكيد يعني فترة غير كافية وربما لا تفضل بكل حالاتها، إلا أن الفكر الهولندي العالمي المتمثل بالمدرب ديك أدفوكات ربما يعني جاء في الوقت المناسب كي يكشف عن الأخطاء والخلل ونقاط الضعف، وبالتالي السعي لتصحيح المسار بعد وضع آلية عمل ممنهجة وسليمة وسريعة لتطوير المنتخب ورفع مستوى الفني قبل المشاركة في تصفيات الجولة النهائية المهمة والحاسمة. خليكم على الموعد، هذه تحياتي بلال بداء، مع السلامة.